لما كنت عايش في السعوديه كنا في حلويات بنعملها داخله العيد، كنا بنعملها بالاوريو تقريبا اسمها اوريو ترافل. فاحنا ادينا جبنه المكونات، فيلا بينا نشوف بتتعمل ازاي. بص يا معلم، اول حاجه هنقوم جايبين الاوريو بتاعنا وحاطينه في الكبه وندينه طحنه بسيط. طيب ولا عندنا، نقوم نازلين بنص الكميه وحاطين عليهم معلقتين زبده ونفضل نعجن فيهم لحد ما يكتلوا معانا شويه. هنقوم شايلين ده على جنب وجايبين بوله تانية ونزلين عليها بظرف دريم ويب وعليها نص كوبايه لبن حليب ونمكسوا كل حاجه مع بعض. واول ما تتقل معانا شويه هنقوم نازلين بنص الكميه اللي قلت لكم نسيبها. هنقوم مكسين كل حاجه مع بعض وجايبين البرطمان بتاعنا ونازلين باول طبق اوريو بعدين طبقه كريمه. هنقوم حاطينها في التلاجة لحد ما الكريمه تتقل معانا شويه، وفي اي بوله صغيره عندنا نقوم نازلين بشويه شوكولاته وعليها شويه كريمه ومعلقتين زيت. هنقوم واخدينهم وحاطينهم في الميكرويف من دقيقه لدقيقه ونص لحد ما الشوكولاته تسيح معانا ويبقى شكلها كده. هنقوم مطلعين العظمه بتاعتنا من التلاجة وحاطين الشوكولاته بتاعتنا ومقرنشين بشويه اوريو متكسرين. هنقوم حاطينها في التلاجة لحد ما يقول الله اكبر وبس كده احنا خلصنا. وده كان شكلها اول ما بردت معانا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات عايزين نعمل ايه تاني وبس كده. لا حول ولا قوة.